جودي فوستر سيدة أمريكية عمرها 30 سنة بتدور على بيت للإيجار لحتى تسكن فيه مع بنتها الصغيرة هانا اللي عمرها سنتين. بالصدفة بيلفتها إعلان إيجار معلق أمام مجمع سكني على طريق بارماك في مدينة شيكو في ولاية كاليفورنيا، وبتقوم بتاخد جولة سريعة في المبنى، لكن بيصدمها شعور غريب تجاه المكان، بس بتقرر تتجاهله على فرض أنه هذا الشعور هو مجرد تعب من عملية البحث عن المنزل الجديد، وبتقرر تتفق مع صاحب البيت وتنتقل لتسكن في البيت بعد أسبوع من الاتفاق. ولكن للأسف حتى أول ليلة ما عدت على خير، كوابيس ومنامات مزعجة جداً بدأت جودي تشوفها عن رجل ومرأة بيطاردوا فتاة وبيحاولوا يدلوها. صحيت جودي من النوم وتفقدت بنتها الصغيرة وحاولت ترجع تنام. المشكلة إنه ليلة ورا ليلة كانت الكوابيس عم تزيد وعم تكتر التفاصيل اللي فيها، وكل مرة تصحى جودي غرقانة بالعرق من شدة المنامات والعنف والتفاصيل اللي عم تشوفها. والأشد غرابة إنه كل المنامات عن نفس الأشخاص، زوجين بيطاردوا فتاة بيعذبوها وبالآخر بيقتلوها. بوحدة من الليالي التقت جودي بمستأجر تاني ساكن بنفس المجمع وبيخبرها انه في بنت كانت تعيش بهي الشقة واختفت فجأة وما عاد بين لها اثر، وانه كل المستأجرين اللي سكنوا بعدين بالشقة رقم 14 كانوا يطلعوا منها فجأة وبسرعة. وبعد كم شهر من استئجار جودي للشقة ومحاولتها للتعايش مع هي الكوابيس وتجاهلها، شافت منام جديد مليء بتفاصيل تعذيب واغتصاب عنيفة، فقررت تطلع هي وبنتها بنص الليل وتترك الشقة. وبهذاك الوقت كانت جودي خايفة اكثر شيء على بنتها الصغيرة وما عم تلاقي أي تفسير للمنامات اللي بتشوفها. تركت جودي الشقة وانتقلت لمكان تاني، وبعد 8 سنين قررت ترجع للشقة رقم 14 وتستجمع كل جرأتها لحتى تعرف شو اللي كان يصير، وراحت لمركز الشرطة وخبرتهم بالأحداث اللي كانت تشوفها بالمنام. وهون انصعق الضباط من كمية التفاصيل اللي حكتها جودي واللي بتتطابق مع حالة اختفاء البنت اللي كانت ساكنة الشقة رقم 14. بنت اسمها ماري سبانيك وعمرها 18 سنة. بحسب الشرطة هي البنت اختفت في 31 يناير 1976 بعد ما رجعت لبيتها من سوق للأغراض الرخيصة والمستعملة، واللي بلغ عن اختفائها هو حبيبها، وفتحت الشرطة تحقيق موسع باختفائها وحققت حتى مع حبيبها اللي تبرأ من أي صلة بالحادث. ظلت ماري في عداد المفقودين، لكن بعد كم سنة اعترفت مرة اسمها جانيس هوكر لقسيسها في الكنيسة اعتراف صادم جدا، وقالت انها هي وزوجها اللي اسمه كاميرون هوكر خطفوا شابة اسمها كولين ستان واحتجزوها لأكثر من 7 سنوات في منزلهم، وتعرضت ستان للاغتصاب والتعذيب على يد الزوج، وكان يخليها محطوطة في صندوق تحت السرير واحيانا لمدة توصل ل20 ساعة. بتقول جانيس زوجة الخاطف انه بدها تتجنب الانهيار العقلي التام، عشان هيك قررت تعترف للشرطة مقابل انها تاخد حصانة. وكانت الصدمة أثناء اعترافها لما حكت أنهم خطفوا بنت تانية اسمها ماري وساكنة في الشقة رقم 14 من مجمع شارع شيكو، وأن زوجها قام بتعذيب واغتصاب ماري وبالآخر قتلها ودفنوا جثتها في الغابة. تم اعتقال كاميرون هوكر زوج جانيس وانحكم عليه 104 سنين على جرائمه ضد البنت الأولى، لكن الشرطة ما قدرت تلاقي جثة ماري ولا حتى أدلة كافية الدين كاميرون بخصوصها. وبهي الأيام عم يحاول كاميرون يستفيد من نظام الإفراج المشروط الخاص بكبار السن في كاليفورنيا، لكن على الأغلب طلبه رح ينرفض نتيجة شناعة القضايا المرتبطة فيه أو رح يتحول لمصحة عقلية. ولليوم بقيت كلمات القاضي اللي حكم عليه وقال له: أنت أسوأ مريض نفسي عاملت معه في حياتي.